مجلس قيادة الثورة باسم الشعب إصدار قانون تأمين عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 72 والذي اعتبر نافلا من تاريخ حدوثه هذا اليوم اليوم الأول من حدوثه. لقد اتخذنا قرارنا التاريخي باستعادة سيادتنا الكاملة على أرضنا ومياهنا، وسنتصرف بقوة واقتدار ضد كل من يتحدى هذا القرار المشروع.
ما قاعد في المدرسة. ما قاعد بعد. بعدك إن شاء الله. لا فسيد رأيت اسمعوا لي. أشكرك هي اللي نفكر أني أيضا أضيف فرد مجموعة عندنا هنا بس خافوا يعلموهم عربي بسرعة. لا ليش؟ مرة جبنا واحد هندي حتى يتعلمون من الولد. نعم. إنجليزي عندنا عجوز هنا في البيت. لا والله طلع بعد فترة متعلم عربي هذا. قلت له عمي بعد ماكو داعي روح على هذا. عمل ممتاز. اللغة الكردية غير موجودة في اللغة العربية. وأكثر هذه الحروف موجودة في اللهجات العامية العربية. الآن نكتب الحروف الخاصة باللغة الكردية. ف ش ج شلون كاكا؟ شانيت كيف حالك؟ شانيت شونيت شونيت شونيتم شونيتم يعني كيف حالك؟ كيف حالك؟ نعم مو؟ نعم ايه. اليوم لقيت لي واحد بالمعمل اقول له السليمانية بالكردي سليماني. نعم سليماني. يقول لي لا سليمانية. لا سليماني. صار له 24 سنة بغداد هذا انتهي. الكل شو العربي؟ لا والله ممتاز كان بالعمل. ما عندك بيت؟ لا والله ما لي البيت. يا هاي راح نطيش بيت. اي حبيبي والله. بالبيت الجديدة مرحانة ان شاء الله. اي حبيبي. وراح نطيش بيت راتب. حبيبي حلو ابو عندك. يا من الحرب. يا من الحرب. لا اجل تتفق في التبوت. عجب انا تتفق في التبوت. عجب انا عجب لشني اني تتفقني اني معي هذا شهودك وقت عشان تدير النعو ايه يا ابو 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 ايه ي
انت شكون هالحمراء؟ حمراء يا ابني ما تعرف يا سعيد. اذا هم شكر مني. واحد عمره 135 سنة، واحد 120 سنة. توكل على الله ابو عبد الله. يا عافية بس امشي من يحجم عندكم اتجاه لا تقفون. يعني شاغلوا وطوروا الاتجاه اللي ينجح. شلون عمر ربعك؟ انا صدام حسين الجمهورية. شلون احوالك انت؟ شلون ربعك زينين ان شاء الله؟ يا عافية. يقواكم الله يا بحيل الله. ان شاء الله الاياد العدو بحالة ارتباك اريدك بالوقت اللي تهتم بامن القطعات وترصين القواعد الامينة. اريدك تستثمر ارتباكهم وتنطي اقصى اندفاع للامام. بعون الله بعون الله. وذيك الفكرة اياد، الفكرة اللي قلت لك لا تسقطها من حسابك ولو ما دخلناها بالخطة، فكر بيها. توكل على الله. الذي مروا به في السابق. لأن الإصرار عند العراقيين ألا يعطوا أرضهم ولا يتنازلوا عن كرامتهم وشرفهم وكرامة وأمن وشرف الأمة العربية. إن وسائل العراقيين تتطور وإمكاناتهم في ازدياد مستمر، والأهم أن إيمانهم يتجذر ويتعمق أكثر فأكثر. لقد خبر نظام خميني الباغي قوة العراق وتصاعد بنائه. الله يساعدك. شلون احوالك؟ شلون امورك؟ حلو. ايه عافيه عافيه عافيه. تنشط ربعك بمجاميع صغيره الى ان ترتبون اموركم الاكبر. توكل على الله وسلم لي على كل امر التشكيلات والوحدات. والابراهيم موجود معك؟ سلم لي اي ثامر. انطيني يا ثامر. ثامر الله يساعدك. شلون احوالك؟ شلون امورك؟ اي عافية عافية بارك الله بيك. احنا سمعنا اخبارك وريد نسمع بعد اكثر واكثر. وسلم لي على اخوتك كل امر التشكيلات والوحدات وكل المقاتلين. طبعا من نقول سلم لي على امر التشكيلات والوحدات اقصد كل مقاتل، فهم حتى من خلالهم تنقل تحياتنا لهم، تحياتي للجميع.
هذا بك، مع السلامه.